السلام عليكم ورحمه الله، حياكم الله اعزائي المشاهدين والمتابعين في برنامجنا الرمضاني. في اخر 10 ايام من رمضان حيكون برنامج رحله مع ابو حجر، حنسالكم شويه اسئله تجاوبونا نفوزكم بجوائز، جوائز مقدمه من فندق ساعه مكه فيرمون، تطبيق كريم ودار المكه. الله يحييكم، رحله مع ابو حجر. أحبتي المتابعين، عدنا لكم مشوار جديد وجوائز جديدة وضيف جديد. حياك الله أخت لميس. هلا والله. الله يحييك، الله يسلمك. طيب أنا حسألك شوية أسئلة تكسبي من خلالها جوائز مقدمة من فندق ساعة مكة فيرمونت وتطبيق كريم. أوكي؟ تمام، أوكي جاهزين. الله يحييك. السؤال الأول، كم عدد الغرف في فندق ساعة مكة فيرمونت؟ عدد الغرف في فندق ساعة مكة هو أكيد رقم كبير، بس كم بالضبط؟ لازم تساعدني. أديكي خيارات، 1500 ولا 1650؟ 1650. إجابة صحيحة. طيب ممتاز، بداية قوية. أخت لميس حسألك سؤال، السؤال الثاني، كم عدد المصاعد في فندق ساعة فيرمونت مكة؟ 50، 60، أو 67؟ فندق كبير أكيد 67. 67 صحيح. طيب حسألك عن المطاعم، بما أننا نتكلم دائما عن المطاعم، كم عدد المطاعم في الفندق؟ 7، 9، أو 20؟ ممكن 9. 9 مطاعم صحيح. طيب أنت قد نزلتي في الفندق؟ قد سكنتي فيه؟ صراحة إلى الآن لا. طب لازم يوم تاخدي عزوز تمشي. ايوه طبعا، شوف المطاعم اللي هناك. ان شاء الله. طيب انا حسألك المبنى، وهذه معلومة عامة كل الناس تعرفها، المبنى اللي فيه فندق ساعة مكة فيرمونت يعتبر من الاعلى عالميا، هل هو في المرتبة الاولى او الثانية او الثالثة؟ تقريبا المرتبة الثالثة. صحيح الثالثة. اجابة صحيحة، ما شاء الله واخدة فول مارك. طيب أخت لميس حسألك عن أهم 3 مزايا في فندق ساعة مكة فيرمونت، ممكن تقولي لنا إيش أهم 3 مزايا من اللي سمعتي، من اللي قرأتي، من الأقارب، من الأهل الأصدقاء؟ من اللي أشوفه بالصور إنه الفيو على الكعبة. عظيم. أشوفها ميزة حلوة. صحيح. وفيها المصلى. المصلى نعم. المصلى صحيح. يعني اللي يصلي فيه كأنه مصلي في الحرم. بالضبط، إكزاكتلي. أحسنتي. يبغى ميزة ثالثة. ميزة ثالثة كم شوية كانت؟ 2. طيب احنا نعتبرها إجابة صحيحة. طيب الآن بسألك عن تطبيق كريم، أكيد تستخدمي كريم. طبعا. طيب حسألك سؤال عن تطبيق كريم، هل تعتقدي هناك فتيات في تطبيق كريم الآن؟ أيوة طبعا. ممتاز، إجابة صحيحة. طيب كم عدد الرحلات الشهرية اللي لازم الشخص يقوم بها شهريا ليصل للمستوى الذهبي؟ اديكي خيارات؟ اوكي اديكي 15، 20، 25. 25. غلط، هي 15. طيب اول غلطة، كويس. طيب حسألك سؤال ثاني، في عام كم تم تدشين خدمة كريم لتوصيل الطعام بالمملكة العربية السعودية؟ في الفترة اللي طلعت فيها الابليكيشنز حق الدليفري تقريبا من سنة 2017 2018. إجابة صحيحة. طيب حسألك سؤال كمان، هل بإمكانك شحن رصيد جوالك من خلال تطبيق كريم؟ أيوة. إجابة صحيحة، ما شاء الله انت يبدو تستخدمي كريم اكثر من اي ابلكيشن ثاني. طيب الان عندنا اسئله هي اسمها بونص رمضان، حسالك سؤالين من اسئله بونص رمضان، في اي عام فرض الصيام على المسلمين؟ يعني اول سنه المسلمين صاموا فيها، هل في السنه الاولى هجريه او الثانيه هجريه او الثالثه هجريه؟ في السنه الثانيه. اجابه صحيحه.
إجابة صحيحة. عظيم. ما بتجمع نقاط عزوز. طيب السؤال الثاني. تم فتح مكة في غزوة بدر، أول غزوة في الإسلام، وكانت في رمضان. تعرفي تاريخ تحديدا في أي يوم؟ فتح مكة؟ فتح مكة. هل كان في 15، 17 أو 20؟ 20. يوم 20. فكري. دقيقة. فكري. 20 إجابة خاطئة، بس أنا أبغاكي عشان تفوزي. 17. نعم 17 كانت تاريخ انتصار المسلمين في غزوة بدر وفتح مكة. اهو حتى عزوز انبسط. الف مبروك. احنا سعدنا بيك اليوم. كانت هذه رحلة ممتعة. تقبل الله صيامك. راح اخذ عزوز راح يجيب فطور. ليش تسوي؟ لا طبعا هو يفطر الحال. اوكي شطور. كانت رحلة خفيفة لطيفة، استمتعت معك بصراحة. الله يسعدك يسلمك يا رب. كانت هذه نهاية رحلتنا معك اليوم، استمتعنا جدا. كل جوائز انت كسبتيها من تطبيق كريم فندق ساعة مكة فيرمونت حتوصلك على الابليكيشن حق كريم كنقاط، وحتوصلك كمان كنقاط في برنامج العضوية والولاء الخاص بفندق فيرمونت اول اكول. يعطيك الف عافية، كان يوم سعيد جميل استمتعنا فيه معاكي. والله وانا استمتعت. نشوفك على خير ان شاء الله. يعطيكم العافية. يا هلا والله. يلا يا سوزي.